في مصادر محلية بتقول إن الحوثيون بيحتجزوا أكثر من 40 صحفي وعامل في قناة اليمن اليوم، قناة اليمن اليوم اللي هي صوت أو محسوبة على حزب المؤتمر اللي بيرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وكان زاع بيان لعلي عبد الله صالح زعناه لكم بالأمس. هذه المحطة الفضائية اليمن اليوم تم زي ما قيلت المصادر والمعلومات، تم محاولة اقتحام مبنى المحطة الفضائية اليمن اليوم واحتجاز 40 صحفي وعامل في القناة. وزي ما قلنا صالح اتهم الحوثيين بالعبث في مخدرات الدولة لمدة 3 سنوات، ودعا اليمنيين للاحتشاد لمقاومة الحوثيين، فكان الحوثيين أي فرصة فاجت في محطة اليمن اليوم. وأعتقد أنه الوضع في اليمن بيحتاج إلى تضافر القوى وتضافر الجهود والتعاون، زي ما أعلنت قوات التحالف اليوم أن الوضع في اليمن يعني بيحتاج إلى دعم من الخارج، والخارج المقصود هو المحيط العربي.